اللي فيه راجيست. نتمنى من الله كامل تكونوا بخير نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو وفي هذه الحلقه الجديده من سلسله صراع الاولتراس اللي كنت درتوا لي عليها سبام في الانستغرام ديالي باش نرجعوا ندويو عليها. وبطبيعه الحال انا ما نقدرش نرد عليكم في وجهكم، وان شاء الله اليوم غادي تكون الابيزود رقم 90 من سلسله صراع الاولتراس اللي الضيوف ديالها في هذه الحلقه هما كورفا تشيكيفارا اللي كتمثل نادي عاصمه المغرب الرباط وكتشجع نادي الجيش الملكي، والكورفا سور كازابلانكا اللي كتمثل عاصمه المغرب الاقتصاديه الدار البيضاء وكتساند بدورها نادي الرجاء الرياضي اللي كيف ما كاملين عارفين حجم العداوه الكبيره اللي كاينه بيناتهم والاحداث الشيقه اللي دازت بسبب هذه العداوه اللي مازال مشتعله حتى اليومين هذا. ولكن قبل ما ندخلوا في الموضوع ونعرفوا سبب واصل المشكل في هذه العداوه والمحطات والاحداث الرئيسيه فيها، فغنبغي نفكركم الخوت بالكونسيوماسيون ديالكم اللي ما غتاخذش منكم وقت كبير بزاف. خلي معاك واحد لايك والاشتراك في القناه باش نكبروا عائله ليفيراجيست ونزيدوا بالمحتوى الخاص بالاولتراس لقدام، وخلوا معاكم واحد التعليق زوين بحالكم عنده علاقه بالحلقه ديال اليوم، وقولوا لي شكون هي العداوه اللي بغيتوا نهضروا عليها في الحلقه الجايه من سلسله صراع الاولتراس. ودخلوا عندي الانستغرام حيت تما فين كناخذ الاراء ديالكم كامله وكنجاوب على بزاف ديال الاسئله عندها علاقه بالموفمون المغربي. ليفيراجيست ما نزيدش نطول عليكم كثر من هك، خليكم على الانترو ونتلاقاو موراه. وقبل ما نهضروا على ليزولتراس خاص اول حاجه نهضروا على كلاسيكو المغرب اللي كيجمع الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، ونعطيو احصائيات خفيفه على واحد من اشرس المواجهات في البوندسليغا المغربيه. الرجاء الرياضي والجيش الملكي تلاقاو في ما يقارب 134 ماتش مخلطه ما بين البطوله وكاس العرش، وكتعتبر الرجاء الاكثر فوزا في مباريات الكلاسيكو برصيد 43 فوز مقابل 39 فوز للجيش الملكي، وتعادل في ما يقارب 52 مناسبة. وبالنسبة لأول مواجهة جمعت الفريقين كانت موسم 1959-1960 في البطولة الوطنية اللي كانت ربحات الرجاء بواحد لزير، وكذلك أول مواجهة الفريقين في كأس العرش كانت سنة 1963 وبالضبط في ربع النهائي اللي كانوا ربحوا عناصر الجيش الملكي آنذاك حتى هما بواحد لزير. ودابا ندوزوا أكبر النتائج المسجلة لكلا الفريقين، ونبداو بالرجاء الرياضي اللي كان أوسع تفوق لهم هي نتيجة 3-1 اللي تكررت في 4 ديال المرات سنة 1976 و 2008 2011 وأخيرا سنة 2013. وبالنسبة لأكبر الحصص الخاصة بالجيش الملكي في مواجهات الكلاسيكو فراه كتبقى أكبر حصة سنة 1963 في منافسة البطولة الوطنية بحصة 5-0 و 4-1 سنة 2007 و 2015 و 3-1 سنة 1990، وكذلك 4-0 سنة 1989 في منافسة كأس العرش. وأخيرا بالنسبة لآخر مواجهات الفريقين فكانت بتاريخ 30/5/2021 في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء واللي انتهت لصالح النصور الخضر بحصة 3-2 في البطولة الوطنية. وكإشادة بالذكر ففريق الجيش الملكي والرجاء البيضاوي في رصيدهم بجوج 24 لقب ديال البطولة الوطنية 12 للرجاء و 12 للجيش الملكي، وكذلك 11 لعب كاس العرش للجيش الملكي مقابل 8 كؤوس عرش للرجاء البيضاوي و 4 كأس السوبر المغربي للزعيم مقابل لا شيء للرجاء البيضاوي. نخرجوا دابا من الكلاسيكو ونرجعوا للأولتراس وقصة عداوة الكورفا السود كازابلانكا والكورفا تشيكيفارا اللي كانت مشتعلة حتى قبل ما يبانوا لجروب بجوج أي فترة الثمانينات والتسعينات بحكم شعبية الفريقين وكثافة الجماهير اللي كتدخل للتيران باش تشجع آنذاك. المهم كانت مناوشات خفيفة كتسالي نيشان مورا الماتشات بحال إلا ما وقع والو حتى لسنة 2005 وفي مباراة الرجاء والجيش الملكي اللي تلعبات على أرضية ملعب مركب محمد الخامس معقل الرجاء البيضاوي في الجولة 30 والأخيرة من البطولة الوطنية اللي غتحدد لينا شكون هو البطل ديال الموسم اللي كانت محتاجة منه الرجاء فقط لنقطة واحدة لحسم اللقب بالتعادل مع الجيش، والجيش خاصه 3 ديال النقاط باش يقلب الميزان ويتوج هو باللقب. وعلى الورق كالمؤشرات كلها كتشير على ان الرجاء صافي هو البطل ديال الموسم بحكم انه لاعب على ارضيته وبين جمهوره وخاصه غير التعادل. انا ذاك
جمهور رجاء البيضاوي كان موجد لاحتفاليات كبيره وسط التيران من اللي سالي الماتش، ولكن كان للزعيم راي اخر وصدم الجميع في مباراه تالق فيها مهاجم الجيش الملكي محمد ارمومن وسجل هدفين داك الماتش، وتحولت الفرحه من الدار البيضاء للعاصمه الرباط، وتوج الجيش الملكي باللقب مع حسره كبيره وغضب من الجمهور الرجاوي. وتم بدات العداوه الكبيره ما بين الجمهورين بجوج، ومع تاسيس اولتراس عسكري وتبعاتها الجرين بويز في نفس العام غتبدا قصتنا ديال اليوم من سلسله صراع الاولتراس. المهم وكما هو معتاد، جميع مباريات الكلاسيكو سواء كانت في كازا ولا في الرباط كانت كتعيش دائما اجواء حماسيه كبيره بزاف من كلا الطرفين، بكلاشات من هنا وكلاشات من لهي، وكذلك مع وجود مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك اللي ديما كتبدا فيه حسابات وكيتلعبوا فيه ماتشات اخرين بين الجماهير على شكون هو الاقوى والافضل، حتى لسنه 2012 اللي غترفع شراره هاد العداوه وغتفجرها في مره. الجرين بويز وفي محاوله فرض السيطره وابراز قوتهم في الموفمون المغربي قرروا يلعبوا مع الجمهور العسكري، وذلك بتنقل اعداء الجرين بويز للعاصمه الرباط في نص الليل ويضربوا لهم على الطيقان اللي كاينه في العاصمه، اللي بالفعل استطاعت الجرين بويز ان تفيو بالوعد ديالها ونزلوا الرباط وخربوا جميع الطيقان اللي لقاو في الطريق ديالهم واستبدلوها بالشعارات الخاصه بالجرين مع غياب تام للجماهير العسكريه باش يمنعوا هذا الفعل. ووثقت الجرين بويز داكشي كامل اللي دارت في العاصمه فيديو ولنصاته في مواقع التواصل الاجتماعي. هنايا العساكر بقاو مصدومين وكيفكروا كيفاش يردوا الدقه ديالهم الجرين بويز، وبعد مناوشات طويله اخيرا لنصوا العساكر كورتيش بالدار البيضاء في اقرب منافسه غتجمع الفريقين بجوج، وقالوا على انه غادي يكون اكبر كورتيش في المغرب وغيكون كردة فعل على تهور الجرين بويز والاساءه للجمهور العسكري. 3 ابريل 2013 غتعرف لقاء الرجاء الرياضي والعربي الكويتي في مدينة الجديدة في منافسات البطولة العربية. الجمهور الرجاوي طيلة المباراة وهو كيردد عبارة فراوي غادي يموت كمحاولة لاستفزاز الجمهور العسكري وإخافته، واللي زاد كملها هو رفع ميساج من أحد المشجعين الرجاويين مكتوب فيه نصيحة لكل الفئران، مشاهدة المباراة عبر التلفاز نضمن لكم البقاء على قيد الحياة. الميساج اللي زاد شحال الجمهور العسكري ديال بصح بدل ما يردعه وخلاه كيتسنى غير امتى يوصل الماتش باش يطبقوا داكشي اللي قالوا اي الكورتاج. 11 ابريل 2013، او ليله سقوط الدار البيضاء في قبضه العساكر، الجمهور العسكري ما ترددش ولو لمره واحده وكلشي طلع لكازا في التران باعداد كبيره ديال بصح، وفي ساعات معدوده الجمهور العسكري غطى المدينه كامله وبدا اعمال الشغب ديالو في كل انحاء المدينه، وما خلاو حتى شي طوموبيل ما فرقعوش ليها الشراجم ديالها، وبقاو كيتسائلوا على فين هو الجمهور الرجاوي اللي ما حضرش باش يمنع الكورتيج والفوضى اللي وقعت في المدينه ديك الوقت. وبالفعل اولتراس عسكري والبلاك ارم حلوا البيشان ديالهم بجوج في الدار البيضاء وداروا الكورتيج اللي وعدوهم به، وبرهنوا على انهم فعلا اشرس جمهور في المغرب. ومع غياب تام لعناصر الامن الوطني اللي كان من المفروض انهم يمنعوا هذه الفوضى قرروا حتى هما يساهموا فيها، اللي خلفات مئات ديال المصابين بجروح خطيره واعتقالات بالجمله اغلبيتها كانت من طرف جمهور العسكري، وتعتبر يوم الخميس الاسود هو اسوأ يوم داز في تاريخ مدينه الدار البيضاء. وطرحوا عناصر اولتراس عسكري اغنيه بعنوان لي زانديان لخصوا فيه كاع داكشي اللي وقع داك النهار بالتفصيل الممل، وقالوا للجمهور الرجاوي انه المره الجايه غادي ندخلوا عليكم حتى لدياركم، خليكم مع شويه من التراك. وفي مواجهة أخرى جمعت الفريقين بجوج يوم 12 فبراير سنة 2020 على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، اللي عرفات حضور جماهيري كبير من كلا الطرفين وشهدات على أكبر كراكاش في المغرب من طرف الجمهور العسكري. ووسط الماتش رفع الجمهور العسكري تيفول الكبير كيبرز لاعب الجيش السابق محمد تيمومي، بحيث أنه كان كيدوز بوعكة صحية أنذاك وحبوا يشجعوه على طريقتهم الخاصة. وهنا
ومن حيث لا تدري جمهور الرجاء رفع ميساج عبارة على كونتر كلاش مصحوب بالعبارة التالية: تيمو من لا شافي والموافقة اش خبارة. والحساب ما عارفين ان سيكسيو الجرين بوز تابع على سلاو الرباط ومن اللي وصلتهم الخبار ومن الاولي على مضمون تيفو ووصلوها الكورفيسو اللي حتى هما ما بغاوش يضيعوا عليهم فرصة افساد الفرحة للجمهور العسكري وخلاوهم كاعين ديال بصح داك الماتش. ومن بعد المباراة بدأت اعمال الشغب مرة اخرى، وهذه المرة الامن هو اللي كان السبب في الفوضى داك النهار، بحيث انه طلقوا الجمهور العسكري والرجاو في نفس الوقت وخرجوا بجوج مع بعضياتهم، وهنايا لقاو راسهم لاقين في نفس الطريق وكيشوفوا في بعضياتهم. وبالفعل نهضت الروير وتعرضوا الجماهير الرجاوية للاعتداء والرشق بالحجارة، واغلبية الفيراجيز ديال الراجا ما قدروش يمشيو بحالهم لكازا وباتوا في العاصمة، والنص اضطر انه يبقى في التيران بما تخوى الدنيا ويتكلم الصداع. شي بارطاجي الجراد راه باقي واعلين في الرباط، الحمار باقي واعلين في الرباط، البوليس حنطونا، البوليس حنطونا، البوليس كيلقيونا اليوم. رخوتنا باقي شي موسو، الله يرحم بالوالد بارطاجي هاد اللايف هذا. وهذه كانت هي اخر مواجهه جمعت الفريقين بجوج بحضور الجماهير في انتظار عوده الجماهير للمدرجات مره اخرى، ونشوفوا اشنو غادي يطرى من بعد. وهنا يا الخوت غتكون سالات الحلقه ديال اليوم من سلسله صراع الاولتراس في الجزء ديالها التاسع اللي حاولنا نعرفوا فيها بعداوه الكورفا السود كازا والكورفا تشيكيفار وابرز المحطات في هذه العداوه، وان شاء الله فراه غادي نحاول نواكبكم ديما باي مستجدات بخصوص هذا الموضوع في الانستغرام ديالي. وككلمه اخيره وميساج خفيف، العداوات هي شي حاجه اللي اوبليجي في الموفمون اولتراس، والكلاشات والتيفوات كذلك كتعتبر من العوامل الاساسيه، ولكن باش توصل بك الدرجه عندك ترزي ام فولدة او تحاول تقتل خوك المسلم، فراه هنا فين كاين المشكل اللي كيتسبوا فيه ضعف الشخصيه وقله الوعي، وهي الحاجه اللي عمرها كان داخله في قوانين لي زولتراس. خليو الهوليغانز للمالي وبارك علينا من الشاغل. كان معكم الزيروطين ونتلاقاو حلقه جديده وبيس.